يعطيكم العافية شباب. سمعني يا عبادة، سامعك دكتور. صوت واضح. خليني أشير كمان، خليني أتأكد إنه كل شيء تمام. سوي شيرينج. لا، بينت عندك الصفحة. دكتور بين. طيب، على أهم شيء بالنسبة للحضور والغياب اللي هو قدامكم، بس خليه تروح هاي اللي هو 3 7. أوكي، بس خد حضور وغياب. طيب، خلينا نرجع. احنا كان موضوعنا السابق اللي هو حكينا عن اللي هو عن الجي كارد. اوكي، هلا بس عشان نوضح لكم بالصفحة، صار عندك كالتالي. بالنسبة هاي رفعت الوظيفة رقم 4، واحضر الفيديو القصير اللي حطيته قبل المحاضرة، حطيته اليوم الصبح. الفيديو هلا فيه دائما بيكون قبل المحاضرة فيديو قصير بربط ما بين المحاضرة السابقة وهاي، وبعدين المحاضرة نفسها بسجلها برفع لكم إياها مباشرة كاملة. أوكي، إحنا تكلمنا المرة اللي فاتت عن الجي دكتور كارد. أوكي، نعم، غلط، 3 7 حاط لي. غلط 3 7. طيب، بس خليني أتأكد. هو اليوم إحنا إيش؟ لا، اليوم ثلاثة هو وعشرين 23. خليني بس أتأكد منها. 23، 3 9 عفوا، ثلاث دكتور شو هاي تسعات المحاضرة القصيرة؟ هم فهمتي؟ طالبين منا لازم يكون قبل المحاضرة، يعني قبل بيوم أو بنفس اليوم قبل المحاضرة، فيديو قصير يوضح شو تربط ما بين المحاضرة السابقة والمحاضرة الحالية. أها، هي ربط شو أخذنا في المحاضرة السابقة مع شو بدنا نعطي في المحاضرة اللي إحنا بنعطيها. تمام. ورفعنا كمان وظيفة اللي أمامكم اللي هي عن الجي أيوة. كارد. اليوم بدنا نكمل. اليوم بدي بس أعطي جي كارد، يمكن أبدأ في الباج أوف وورد كمان موديل تاني حسب الوقت. هلا خليني بس أول إشي شيء أرجع على السلايدات اللي حكينا وتكلمنا عنها، اللي هي هاي سلايدات اللي هو أول موديل في حساب السكور. حكينا عنه اسمه الجي كارد كوفيشنت، حكينا كيف عملية حسابه. أوكي، هو القاعدة الرئيسية اللي هو حساب الجي كارد بين A و B هو A تقاطع B على A اتحاد B. أعلى قيمة للجي كارد هي 1 لما يكون تطابق تام، يعني A و B متكاملات، أو بيكون 0 إذا في حال إنه ما في إشي مشترك ما بين A و B. أوكي، وأخذنا المثال تكلمنا عنه اللي هو عندي 2 دوكيومنت وعندي كويري. الكويري مكتوب في اي دي اوف مارش، ونفس الشيء تو دوكيومنت، وحسبت مع بعض حسبنا شو الجي كارد سكور لكل واحد باستخدام الجي كارد. اوكي، وحكينا بعض المسائل بالسكورينج انه في عين الاعتبار انه ما بيورجينا از نوت كونسيدر التيم فريكوانسي بعين الاعتبار، لانه بيقوم على مبدأ حتى لو تكرر اكثر من مرة زي ما شفنا. هلا قبل ما هاد بدي ما اورجيك بين مثال اخر على اخر استخدمته عشان اوضح الصوره، لانه بناء عليه المثال بدك تحله، وبعدين اورجيك الكودينج كيف انكتب كودينج، لانه هاي النقطه كثير بالنسبه لي مهمه، عمليه الكودينج، لانك زي ما حكينا بدنا نرجع ناكد على عمليه. هلا طلع معي هاي مثال هون على الباك. انا بدي دقيقة شوي بس. في حدا بعت لي على الشات باسورد الغياب قديش؟ 3 9. اوكي عم. اوكي، هلا بعض طلع المثال على الجي كار سيميلاريتي اندكس. لاحظ طلع المثال هاي القاعدة اللي حكينا عنها، الجي للاي بي وتقاطعهم مع اتحادهم، اللي هو number of observation in both set على number of either sets. اوكي، هلا لو اخذنا الاكزامبل اللي معطيك اياه، هو اخذه انا بقدر اعبر عنهم ك حروف يعني مثلا كلمات، او ممكن اعبر السيتس او المجموعه مثلا A و B اعبر عنهم كارقام. نفس الفكره ما اختلف. لنفترض انه عندي A اللي هي 0 1 2 5 6 8 9 وال B 0 2 3 4 5 7 9. قلت لك كيف تحسب الكالكوليشن لجي كارد لهم. احنا حكينا ايه تقاطع بي على ايه اتحاد بي، مظبوط ولا لا؟ صحيح.
هلا انا ليش اخذت المثال كارقام؟ بدي اورجيك على افتراض، على افتراض انه تكرر رقم واحد او تكررت ستة او ثمانية. من مشكلة الجي كارد انه لا ياخذ هاي التكرارات بعين الاعتبار، اوكي؟ هو فقط دكتور لما احنا بدك تيجي تاخذ التقاطع، شو بتقاطع في المثال اللي قدامك؟ الاكزامبل اكبره ولا واضح الصورة؟ دكتور الاثنين بيتقاطع هلا عندك بالصفر الصفر ايه تقاطع بي، اثنين في ايش بتقاطع؟ بالصفر والاثنين والتنين والخمسة والخمسة تسعة والتسعة، يعني كم قيمة؟ أربعة. 4 قيم. طيب بالاتحاد، الاتحاد بيكون صفر واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة يعني بدك تقول بالصفر صفر والصفر. واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة، يعني إيش؟ 10 قيم. أوكي، هيطلع معك، هاي لاحظ في حل السؤال نمبر القيم اللي صار فيها تقاطع، هيهم 4، الاتحاد من 0 لـ 9 10، حساب الجي كارد لهم هو عبارة 4 4 على 10، بطلع أقل من نص. أوكي، واضح واضح الفكرة؟ واضح مرة طبقتها على أرقام ومرة طبقناها بناء على إيش؟ أعداد، نفس الشيء، نفس الشيء بقدر أمثلهم. هلا من مشكلة الجي كارد إنه تكرار القيمة الفريكوانسي ضمن نفس الدوكيومنت ما بياخذها بعين الاعتبار. يعني لو ظهر مثلا في الست الأولى أو الدوكيومنت الأولى رقم 2 تكرر أكثر من مرة ما له قيمة. ليش؟ لأنه مبدأ الإحصائي اللي بيشتغل عليه هو اتحاد وتقاطع، ما بياخذ بعين الاعتبار الفريكوانسي، وهذا من مشاكل الجي كارد، او بيعطيش اهميه للديكومنت اللي بيكون فيها مثلا ضمن الستس فيها تكرار للقيمه داخلها. وضحت الصوره يا شباب؟ ما هو ضحكت اوكي، كمان اي مثال اخر استخدم حروف، يعني زي ما احنا بنشتغل دوكيومنت، انت عبر حلو عن اي مثلا الكويري والاف الدوكيومنت، هاي عباره عن الكويري، ولاحظ كيف بحطهم عباره عن جي مصفوفه، بعتبرهم شايفهم عشان نشوف هلا بالكودينج، فتطلع عليك بعتبرهم جي كمان مصفوفه هون وهون مصفوفه، وبصير بشوف بطلع الشغلات اللي المشتركه يعني المتشابهه. اوكي، لاحظ هون كات دوغ، هلا في هون لاحظ في شيء مشترك، ممكن بس ممكن بس هذا المشترك بينهم. اذا التقاطع ايش بده يطلع عندك؟ واحد. واحد طيب والاتحادهم واحد اثنين ثلاثة 7، أربعة خمسة ستة سبعة هم كويس 4 ب 4 8، وهم في شيء مشترك واحد 7 مباشرة. فبالتالي لاحظ التقاطع عندهم 1 7، 1 على 7 بيطلع اللي هي القيمة اللي هي أمامك. أوكي، هلا في موضوع آخر هو الجي كارد ديستنس وشغلات هاي، أنا ما بدي أدخل تفاصيلها، إحنا كونفورميشن ريتريفل إحنا بس أخذنا مفهوم نقدر نطبقه جي كارد. وضحت الصورة يا شباب؟ تمام بتوقع صار هيك اوضح كثير مع الامثله اللي وردت لك اياها، سواء كان ارقام او نصوص او وات ايفر كان. طيب هلا بيهمني هذا الكلام برمجيا بصراحه، انا هون جهزت لكم كمان مثال لاني حسيتكم انتم بدكمش تاخذوا برمجه، يعني احنا بالاخر بدنا يعني اخذنا الكلام نقدر نبرمجه، يعني نطلع مشروع صغير فيه. فبدي اسوي لكم شير للدوكيومنت، وهاي الدوكيومنت برجع بشير لكم اياها برفع لكم اياها، طلع علي ظهرت أمامكم. الفونت أكبره شوي، يمكن صغير شوي الخط خليني أكبره. هلا هذا الكود اللي أمامك هاي خليه 14، كويس هيك ولا لا منيح أوكي؟ هلا هون لاحظ معطيك، أنا حرفع لك المثال، اللي حاب يشتغل على السي بلس بلس حتى خده جربه وبعدين اتعلم من خلاله، او جافا، يعني نفس المثال محلول، حل محلول على الجهتين باستخدام الجي كارد، طلع الفكرة اللي هو اشتغلها. اوكي، واضحة؟ اول ما بلش لاحظ انكلود يوزن كذا، عرف اول اشي عندك اذا بتلاحظ هاي الفانكشن اللي هي التقاطع، سوى فانكشن انترسكشن. اوكي،
عشان يوجد، لاحظ انت عندك مجموعتين تو سيتس، اوكي؟ الاولى تخص اذا رجعنا على المثال اللي عندنا اللي شفناه بشوي، والمجموعه الثانيه اذا اول مجموعه بده يوجد التقاطع بينهم وبده يوجد الاتحاد. فانكشن عاديه كتبها، لاحظ ست انترسكشن مرر له اس 1 دوت بيجين اس 1 دوت اند اللي هي العناصر للمجموعه الاولى، واس 2 اس 2 اللي هي المجموعه الثانيه. يعني مش احنا كان عندي تو سيت، الاس هو ماخذها من ست، السيتس اللي عندي في عندي تو سيت، سيت 1 و 2 اللي هي انت بتقدر تعتبرهم الكويري والدوكيومنت. هون اوجد اللي انترسكت بينهم التقاطع، ورجع القيمه فيه من خلال المتغير انترسكت. اوكي، هذا اول جزء. الفانكشن الثانيه جي كارد اندكس اوف تو سيتس، عشان اعطاء الاندكس ل تو سيت للمجموعتين اللي عندي. اوكي، هذا الفانكشن هاي نهايته. هلا الفانكشن حساب الديستنس مش مطلوب منك، انسى لي اياه. هون تعال لبرنامج الاول. اول اشي عناصر المجموعه الاولى وعناصر المجموعه الثانيه، يعني هون تقدر تعتبر ايش، اما عن طريق انسيرت وموقع كل عنصر في المصفوفه، العنصر الاول الثاني الثالث الرابع خمس عناصر، وهون العناصر المصفوفة الثانية عندي تو سيتس. أخذتوا مش أخذتوا الانسيرت وأخذتوا الكلام هذا معايا يا شباب؟ هذول عناصر المجموعة الأولى، سواء أدخلتهم مانيوال بسي إن بلوب أو بأي طريقة بدك إياها، أنا ما عندي مشكلة. أوكي؟ هون بالآخر لاحظ طبعا اللي هو إيش؟ عناصر اللي هو المجموعة الأولى، لاحظ هي جي كارد اندكس بيساوي جي كارد اندكس للاس 1 واس 2، هو مرر اس 1 واس 2 لمين؟ للاندكس، ومن هناك استدعى اللي هو طلع الانترسكت وطلع اللي هو الاتحاد بينهم. فعندي مجموعتين مررت لهي الفانكشن، هي عناصر المجموعه الاولى وعناصر المجموعه الثانيه. بالاخر طبع لي شو جي كارد اندكس وجي كارد ديستنس اللي هو حساب اللي هو هي. لاحظ هون بس بدك تشوف هون، لاحظ المتغير بيساوي سايز ان حجم المصفوفه الاولى وحجم المصفوفه الثانيه، بده يعرف حجم التنتين، لان احيانا بكون حجمهم متغير، فبالتالي عشان يسوي عمليه المقارنه هون يطلع الانترسكت بينهم. اوكي، ويحسبها كامله، يعني كودينج عادي. كمان هي مثال ابسط شوي بدي اورجيكم اياه بالاخر، خليت لكم اياه هيو هون. هذا حرفع لكم اياه عشان تستعينوا في الحل. اوكي، طلع على هون هاي بطريقه ثانيه كمان، هاي طلع على هاي هون، عرف مجموعه من المتغيرات السدس الاولى والثانيه سمى بين 1 وبين 2. اوكي، لاحظ سوى جاي ادخل الداتا، ادخل العناصر سي ان لكل مجموعه. اوكي، سوى لها سورت، سوى ترتيب، بعدين سوى واي. لاحظ هلا انت هون، لاحظ بتقدر بمشروعك تسوي هيك، يعني انت اول اشي بتشغل مشروعك بتدخل الكويري اللي بدك اياه، بعدين بتدخل مثلا اذا بدك اكثر من ست عندك او اكثر من دوكيومنت دي 1 ودي 2 بتدخلهم، بعد ما بتخلص ادخالهم كلهم بتسوي سورتنج لهم، بعدين بيطلع لك جاي قائمة شو اللي بدك اياه. بدي والله تحسب لي الجي كارد 11، بدي تحسب لي التي اف، حنتكلم عنهم الليتر هذول. اكزيت، اذا كانت القيمة مدخلها واحد جي كارد، لاحظ ببدا هاي عندك المصفوفة الأولى وطلع الافرج والمين مثلا اذا حسب ما شو مطلوب منك، دخل العناصر اخذ كل عنصر بقارنه مع العنصر الثاني في المصفوفة الثانية. اوكي، هلا اذا كان لاحظ وهكذا عادي، واضحة الأمور، يعني كود عادي ولا أسهل منه. دكتور، أوكي، الدوكيومنت احنا حندخلهم، يعني حندخل يعني أنت مثلا نعبي نفترض أنه عندك المصفوفات. دو دوكيومنت، يا بتكون أنت مجهزهم بملف وبتفتحه وبتقرأ منه، أو إذا ما بدك شو بتسوي،
انت داخلها ماني، يعني داخلها على السي ان، داخل الكويري، بعدين داخل ديكومنت 1 ديكومنت 2، طوالها خزنهم في مصفوفات وبتسوي عمليه الجي كارد. بدي اياكم تبدوا تطبقوا هذا الكلام على الجي كارد لانه سهل بسيط، طلع التقاطع بينهم، التقاطع سهل جدا. بياخذ اول قيمه في المصفوفه الاولى بقارنها مع كل القيم، وبتسوي شيء عداد، اذا لقى قيمه مشابهه لها بتسوي شيء كاونتر عداد، وبتخزنهم في متغيرين. اوكي، ونفس والاتحاد الشيء بيكون الاتحاد، وبعدها بتقسم البسطة التقاطع، القيمة اللي بتخزنها في التقاطع مع القيمة اللي موجودة في الاتحاد. واضح يا شباب؟ تركيبته أي طبعا لاحظ الاتحاد. مقارنة عادي، بقارن مثلا القيمة اللي أخذها أول مرة قارنها مع البين 1 وبين 2، لاحظ بشيء إذا أصغر منه أكبر منه القيمة. كود عادي وموجود على النت، يعني مش بحاجة إنه أجي أقول لك روح دور عليه، بس بدي أنا نستخدم، يعني نقدر. تعلمت أنتو برمجة على السي بلس بلس، واللي بده جافا هي كمان جافا، هاي هون هذا انا على السي بلس بلس، وهون على الجافا. امبورت جافا يوتيليتي، عرف كلاس الاول اللي هو بيسوي انترسكشن. اوكي، باستخدام الهاش هو استخدمه. فانكشن ريتين جي كارد اندكس عشان يطلع الاندكس. اوكي، وهاي وفانكشن تو ريتين جي كارد ديستنس اللي هو عشان يطلع القيمه. اوكي، ولاحظ نفس الشيء بابليك ستاتيك فويد مين، هاي هون عرف سوى عباره عن ليست اس 1 اد ضاف القيم هي العناصر الاليمنتس للست الاولى، وهي عناصر الست الثانيه. اوكي، استدعى الفانكشن، بعت التو سيتس لهم، وطبعا النتيجه هي اللي هو مقدار الانترسكت التقاطع، والمقدار ايش اللي هو الاتحاد، واقسم الاثنين على بعض. خذوا الكود انا عرفها لك اياه، سواء استخدمت اي نوع منهم او بالطريقه، يعني في اكثر من طريقه. لاحظ هي هون كمان مثال بسيط، لاحظ هذا مثال بسيط، عندي مصفوفه سميتها دي 1 خمس عناصر، ومصفوفة ثانية اللي هي التير خمس عناصر. لكن بده يقارن، عرف متغير اسمه جي كارد صفر فور، هون سوى شيء عداد، شايفين؟ إذا القيمة الأولى في دي 1 أور تي في التير، الأور أنتم بتعرفوا كل حالاتها ترو، مزبوط؟ من يعني عدا إذا بيزيد كان واحد ما فولس عدا إذا ما لقاهمش، يعني إذا هون مش موجود هون. اوكي، وكل مره بغير قيمه اي. الاتحاد متى بتعطي ترو؟ الاند متى بتعطي ترو؟ إذا كان في وحدة اذا ترو هون على مثلا الأقل، اس موجوده هون والاس هون، هلا الاس هون والاس هون لا، اذا فلازم حط يكون في في ترو تو ترو. لاحظ يو ان ان يو ان اللي هو انترسكت تقاطع، وبعدين شو سوى؟ طبعا القيمتين بدك تحسب الجي كارد، حط الانتر، يعني التقاطع بده تكون يعني هون زائد هون، يعني بياخذ هذا العنصر مع هون. اوكي، هاي كمان مثال يعني على مفهوم الجي كارد ككودينج، ما اقدر احله بالطريقه هاي، يعني حاولت اورجيك اكثر من مثال في كتابه الجي كارد او كبرمجه الجي كارد، وهذا اللي بدي اوصل اليه الفصل هذا. يعني بدي تستطيع انك هاي الافكار تقدر تورجينا كيف تقدر تبرمجها، وهي كله اعطيتك امثله متنوعه، لاني بالاخر بدي منك مشروع، يعني مثلا تدخل الكويري، تدخل الديكومنت 1 وديكومنت 2، تكتب لي بدك تكتبها على السي بلس بلس او على الجافا، ما عندي مشكله، اي لغه بتختارها التنتين هذول ما عندي اي مشكله. بعد ما تكتب ما بتكون او بدك ملف جيم، ورجيتك المحاضره اللي فاتت، افتح ملف حط فيه الداتا، خليه يفتح ملف يقرا الملف، تقدر تستخدم الري وتخزن تاخذ كل كلمه، ومره يحسب لي اياها مثلا بالجي كار شو بده يعطيني، ومره يحسب لي اياها مثلا الباج وورد او تي اف، او حنشوف المودلز اللي حنتكلم عنها من هون لنهايه الفصل. وضحت الفكره يا شباب؟ كمان هذا الملف اللي بعد المحاضره برفع لكم اياه كامل باكثر من طريقه محلول. الفكره انك بس عشان تتعلم انه كيف بتتم عمليه البرمجه، لانه لاحظت انه البعض متصعب من الامور، لا هاي برمجتها، هاي مبرمج كامل.
بس الفكره بده يصير تراجع ماده سي بلس بلس، تعرف مثلا هي لاحظ حسب الجي كارد، شو الجي كارد؟ حسب الان على اليو ان، الانترسكت على الاتحاد اليونين ضرب 100. لاحظ انا بعد ما اوجد، هي لاحظ بالكود عندك هون اوجد اليو ان، هي لاحظ في السابق مش اوجدناه وحسبه، رجع هون بالاخر لما يطلع لي قيمه الجي كارد، لاحظ جي كارد قسم الان على اليو ان في 100 زي ما اخذنا بالقانون، بس هو طبقه ككودينج، هذا بستفيد منه. اوكي يا شباب، يعني هاي المثال كامل محلول بالسي بلس بلس بمفهوم الجي كارد. اوكي، هاي من هون للاخر انكلود اي او ستريم، واستخدم كمان استخدم مجموعه من الالجوريثم الجاهزه، لاحظ دخل القيم، في عندك مجموعه من الالجوريثم الجاهزه تحسب لك اياها مباشره بدون ما تتعب حالك. اوكي، في اي استفسار؟ طيب، إن هيك بكون احنا انهينا موضوع الجي كارد. خلينا نرجع على الباوربوينت على سلايداتنا، واضحة لكم هلا؟ شايفين يا شباب؟ ظهرت ظهرت. ظهرت. اوكي، هلا طيب، هلا بعد الجي كارد رجع اتكلم في الباوربوينت، رجع اتكلم عن اذا متذكرين الباينري تيرم دوكيومنت اندس ماتريكس، ذكرتوها اللي هي 01 اللي اخذناها في شابتر 1. بعدين تكلم عن اللي هو حولناه باستخدام، اخذنا بعين الاعتبار اللي هو الفريكونسي او التكرارات. اوكي يا شباب، اذا متذكرينها. هلا في موديل اسمه باج اوف ووردز، هذا الموديل كمان جهزت لك كمان اذا بدك تبرمجه، كمان سهل جدا. هو عباره عن فيكتور ريبريزنتيشن ديز نوت كونسيدر ذا اوردرنج اوف وورد ان ذا دوكيومنت. هذا الموديل او اللي بيشتغلوا على هذا الموديل ما بياخذ بعين الاعتبار ترتيب الكلمات جوه الدوكيومنت. يعني عشان تفهم الكلام مظبوط، لو استخدمت، لو قلت جون از كويكر ذان ماري، هل هي نفسها ماري از كويكر ذان جون؟ والمفروض لا، مش نفسها. هذا احنا كانسان عاديه، بس اذا استخدمت الباك اوف وورد موديل بعتبر التنتين سيم فيكتور. اوكي، هو بيجي انه كلمة ماري موجودة هون موجودة، إز موجودة هون موجودة، كويكر موجودة هون موجودة، ذان موجودة هون موجودة، جون موجودة هون موجودة هون، بغض النظر عن ترتيبهم بالكلام. واضح شو معنى الباك اوف وورد موديل؟ هو موديل بحسب لي انه باجي بقارن عندي كويري مع دوكيومنت. هو كيف بيشتغل؟ هلا بورجيك، لانه هو عندكم مش حاطط في الباوربوينت، بورجيك كيف بيشتغل كيف بتسوى. بس هو بالاخر بيشتغل، هو من مشاكله انه ما بياخذ consider ordering of word، ترتيب الكلمات. يعني اذا تتذكروا احنا حكينا عن شيء اسمه البوزيشن اندكس شابتر 1، تذكروه؟ لو مكانها في الاندكس اي ايوه، مكان انا لما بسوي ماتشنج ما بين الكي الكويري والتيرم، اذا كان مثلا علي greater than ناصر، هذا بيهتمش بالبوزيشن اندكس. بالضبط هون ما بياخذ في عين الاعتبار البوزيشن. اوكي، ان this is step back position index was able to distinguish these two documents. وهذا حكينا عنه سابقا. طب هلا هو بس حاطط سلايد واحده في الباوربوينت عن الباج اوف وورد، ومنتقل مباشره حاكي عن شيء اسمه التيرم فريكوانسي. التيرم فريكوانسي هو موضوعنا الاسبوع القادم، بس هلا بدي اورجيك كيف بيشتغل الباك وورد خلال العشر دقائق المتبقية. خليني بس أشير لك إياه. هلا
الباك اوف وورد دي شوي. اوكي، هاي الباك اوف وورد موديل. اوكي، لاحظ الفكرة. مثلا هي معطيك مثال اخر، بقول لك مثلا كدوكيومنت كيف بيشتغل، او مجموعة من السيتس، بقول لك ذا كات سات، ذا كات سات ان ذات هات، ذا كات وذ ذا هات. اوكي، هاي دوكيومنت مثلا. هلا هو كيف بيشتغل؟ اول شيء ترمينيت الفوكابولري، بطلع الكلمات الموجودة. فلاحظ هلا الكلمات كلها، كي الفوكابولري الموجودة عندي، نيجي ذا كات سات. هلا الثانية فيها ذا كات سات ما كتبها، كمل لأنه موجود انكتبت. أوكي، إن ذا هات ذا كات موجودة. أوكي، راح صوتك ألو سامعيني يا شباب؟ رجع رجعت. صوتك دكتور، راح صوتك ورجع. هلا اوكي واضح؟ مين مين طيب نعيد. هلا لنفترض هاي دوكيومنت 1، دوكيومنت 2، دوكيومنت 3، كيف بيشتغل؟ بيجي على دوكيومنت 1 ذا كات سات، هذه الكلمات الموجوده في الدوكيومنت. يجي على دوكيومنت 2 ذا كات سات موجوده فوق نفسها، ما بحطهم، بيكمل ان ذا هات ذا كات موجوده. صح؟ هلا وذ مش موجودة حطها، ذا هات موجودة فوق ما كملهاش، هاي أول خطوة بسويها. إذا دكتور مع ما شو بقول لك؟ متقبل. The first defined our vocabulary which that set of all words found in our document set. يعني بيطلع كل الكلمات الورد الموجودة في كل الدوكيومنت. The ما only بيطبق word that بالضبط. are found in the three document above are. هايهم، هاي الكلمات هذول كلهم لو جيت طلعت عليهم كلهم موجودات في الثلاث دوكيومنت. تفضل. ليش ما شطبنا الذات والان لا هو والذات؟ بس بورجيك، هو طلع الكلمات، انا انسى الذا وهذول، هو بس هو بورجيك بس مثال بسيط. انت بدك المفروض لما ايش تيجي على بعد؟ انفورميشن ريتريفر بدك تخلص منهم، انت بدك تطلع ايش؟ الكلمات اللي عندك بس ايش؟ بدون تكرار. الخطوه اللي بعديها طلع بيجي بيبني الدوكيومنت. كيف بيبنيها؟ بياخذ الكلمات اللي طلعت ذا كات سيت ان، لاحظ ان ذات ذا بده يشيلها، هاي بدك تشيلها غلط فيها، هات وذ. هلا كل كلمة، لا مش عندك دوكيومنت 1 و2 و3، دوكيومنت 1 إذا الذا ظهرت فيها بحط قدامها واحد. هاي إذا 1 1 1. إن ذا إن وهات وذ مش موجودة فيها أصفار. طيب في دوكيومنت 2 الذا، لاحظ ظهرت مرتين فيها رانكينج. طلع كلمة ذا مرتين فيها، فبحط رقم 2. يعني هون مش إنها ظهرت ولا ما ظهرت. مع العدد تبعها. بالضبط، بياخذ الفريكوانسي كمان معها. يعني الذات كررت مرتين حط 2. اوكي، الكات مرة واحدة وهكذا. نيجي على الكلمة الدوكيومنت الثالثة، كلمة ذات كررت مرتين فيها، كات وذ ذا ست وإن ما ظهرت فيها، هات مرة واحدة وذ مرة واحدة. هلا الفيكتور كل واحدة منهم طلعت اللي تبعتها، هيها لاحظ 1 1 1 0 0 0، والدوكيومنت 2 هي الست تبعتها. اوكي، هلا كيف بيشتغل؟ لما نتكلم عن الفيكتور سبيس نحكي عنها. هلا اجروا لي اياها بعد، لما بيجي لانه بيجي تمثيلها بفيكتور سبيس حنتكلم عنها ليتر، بس واضح شو الفكرة. بس شو عيوبها؟ شو عيوب هاي؟ ها شباب، دكتور عيد، ما فهمت شو شو السؤال. عيوب طريقة الباك وورد؟ حكينا قبل شوي.
انه ما بتاخذ بالترتيب. بالضبط. الباك اوف وورد موديل عيوبه انه ما انه يعني ظهرت هون ظهرت، يعني مثلا هلا ذا ظهرت هون وظهرت هون، طب وين ظهرت مكانها؟ ما بيهمه. هو لاحظ لما اقول لك ذا حط تنين، تنين بغض النظر وين ظهرت مرتين، يعني اوكي اخذ، يعني بدي اوضح لك صوره، احنا بيهمنا ظهورها موجوده في الديكومنت ولا لا، وبيهمنا كمان موقع ظهورها، وبهمنا تكراراتها، هذا اللي نوصل إليه بالآخر. أجينا أعيد، بهمنا ظهرت أو ما ظهرت في الدوكيومنت، يعني التيرم هل ظهر في الدوكيومنت ولا لا، هذول التيرم وهذول الدوكيومنت، هون بيعطيني ظهرت أو ما، يعني إذا أخذ قيمة معناها ظهرت، العدد اللي بيظهر هون مدى تكرارها، بس ضل في مشكلة رئيسية فيها انه هون اخذ في عين الاعتبار تكرارها، يعني تكرار التيرم في الدوكيومنت، ولكن لم يأخذ في عين الاعتبار البوزيشن. اوكي، كمان رفع اي هون، حطيت لك هون برمجتها باستخدام ايش، هون معطيك اياها على البايثون. اوكي، طلع الفوكابري الكلمات وكل دوكيومنت السيتس اللي خاصة فيها. كمان هي مثال آخر الباج اوف وورد، هاي لاحظ هلا إذا شوف برمجتها كبرمجة هي على السي بلس بلس، لاحظ هون لا هون والله بايثون ماخذها، هي كمان كثير لغات تستخدم البايثون. أوكي، لاحظ هاي الوورد دوكيومنت كيف اشتغلها، برفع لكم اللينكات عشان هيك اذا حابب فيكم حدا يشتغل عليها، وهي الريزلت تبعتها لكل وحده. اوكي يا شباب، في اي استفسار؟ الغياب كثير اليوم مش عارف ليش. طيب نكتفي اليوم لهون، ان شاء الله يوم في عندكم وظيفه هي موجوده امامكم، خليني بس ظاهر عندكم، ظاهر الموقع هذا. اوكي هاي الموقع ظاهر عندكم، تنسوش البروجكت اللي بدي اياه، البروجكت بدي اشتغله حنشتغله على كويري وتيرم، تقدر تستخدمه على جي كارد، اكيد 100% حتستخدمه على الترم التيرم فريكوانسي، لانه انا بيهمني بالاخر اصل لافضل افضل تكنيك او موديل بدي استخدمه في الانفورميشن ريتريفر. يعني هلا ممكن اخليك تسوي بين نوعين، مثلا جي كارد وتقارنه مع الباج اوف وورد مع التيرم فريكوانسي، بنشوف كيف. اوكي، وهيني وفرت لك مجموعة، رفعت لك كمان اليوم عشان تحضروا السكورينج والجي كارد كوفيشنت، هيو نفس المؤلف فيديو احضره كمان. اوكي، وبرفع لك كمان ان شاء الله اللي هي تبعت الباج اوف وورد والتيرم فريكوانسي. حيكون موضوعنا ان شاء الله الاسبوع القادم محاضرة 2 حتكون في الجامعة، انت بتعرف يوم الاحد المحاضرات حتكون على زوم تبعون الصبح في المختبرات، لانه في عندنا امتحان كفاءة يوم الأحد يوم الاحد، محاضرات اللي هي في المختبرات حتكون على زوم. اوكي، بس اكدوا على الطلاب، يعني اللي باخذ معي كينونيه متقدمه او كينونيه او هذول حيكونوا على زوم، يعني لانه حيكون في عندنا امتحان كفاءه يوم الاحد في جميع المختبرات موجوده. اوكي يا شباب، فموضوعنا حيكون ان شاء الله على التيرم فريكوانسي. في اي استفسار؟ دكتور مش علامات عشان فازت السعودية، نعم دكتور مش علامات عشان فازت السعودية امبارح أكيد بيكون في علامات إن شاء الله، إن شاء الله ولا يعطيك يهمك العافية أبشر. دكتور أي استفسار يا شباب؟ الله سؤال؟ يعطيك العافية الأمور واضحة، إذا وصلنا لعند التيرم فريكوانسي حنبدأ نشرح فيه إن شاء الله، وهذا عليه أمثلة كثير وفيه حل كثير، فركزوا شوية. تنسوش يوم الاثنين في عندنا كويز، هي برجع بكرر، الكويز في طب المادة، دكتور، إذا عندنا كويز فيك ترفع عنا، نعم فيك ترفع عنا محاضرات أيام
ايام ما كان اونلاين اوكي، محاضراتك ولا باي يهمك، مكان ارفع لكم بكتب او لكم محاضرات كنا ناخذ سابقة باكج. او قديمة، اوكي؟ بس مش اليوم، برفع لكم اياها بكرة ان يا شاء ريت الله. ان شاء في الله. اي استفسار يا شباب؟ ماشي، يعطيكم العافية. لا تمام ان شاء الله، يسلم الله، يعافيك. يعطيكم العافية.